بيكون وقعت في الشرك. مثال الدعاء، الدعاء حق لربنا سبحانه وتعالى ولا ما حق؟ ربنا سبحانه وتعالى قال، يقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، قال عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. والنبي عليه وربنا سبحانه وتعالى قال في سوره البقره: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. والنبي عليه الصلاه والسلام يروى عنه انه قال: الدعاء هو العباده، فده حق من حقوق ربنا سبحانه وتعالى. الحق ده لو صرفته لغير ربنا سبحانه وتعالى، ملك من الملائكه، رسول من الرسل، او ولي من الاولياء الصالحين، انت بتكون اشركته. يعني صرفته بس لغير ربنا سبحانه وتعالى، ثاني ما تقول لي صرفته لمنه، لملك، لنبي، لولي، انت اشركته. لانه الدعاء ده حق لربنا سبحانه وتعالى. انت كيف تدعو لك تقول مثلا: يا فلان تلحقنا، يا شيخ فلان تلحقنا، ده شرك. ليه؟ لانك صرفت حق من حقوق ربنا سبحانه وتعالى لغير ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك ده طبعا الصالحين. يا اخي الصالحين تناديهم؟ ما تناديهم. ربنا قال: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما تنادي غير ربنا سبحانه وتعالى. الاخوان بيجوا يكلموك هنا في المحله، ما تنادي، والله العظيم شغالين بينجيبون، ما في جهه ولا جهه داعمه ولا كدي، شغالين جايينك دارين لك الخير. بعد ده تلقى في بعض الناس يعارضوا الكلام ده. لشنو؟ انا ما عارف. احنا قلنا لك نادي شيخنا، احنا ما عندنا شيوخ. قال لك شيوخ والله نفتخر بهم: الالباني، ابن عثيمين، ابن باز، الشيخ الفوزان، ده كلهم شيوخنا وعلماء. لكن ما بنقول لك، لو قلت لك انا ما تنادي المكاشفي، ما تنادي البرعي، نادي مثلا واحد من الشيوخ ذل كده يحترط وعامل مشكله وكورك. لكن انا قلت لك لا تنادي، لا تنادي ده، نادي ربنا سبحانه وتعالى. ليه انت متضايق؟ لشنو؟ ربنا سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. الحلقه اللي فاتت ولا قبل اللي فاتت قلت هنا ده، قلت انه البنادي غير ربنا سبحانه وتعالى كافر. واحد قال لي: انت تكفيري يا اخي. ده الحكم العام، ما حكم المعين. لو ده زول دعا غير ربنا سبحانه وتعالى ده كفر. ربنا سبحانه راجع الايه 14 سوره الرعد، الايه 14 من سوره الرعد، ربنا سبحانه وتعالى: له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ربنا سبحانه وتعالى قال كده. طيب ده الحكم العام، لما حكم المعين ده بيختلف. ده نمره واحد، انا اختصر لانه في متحدثين ثاني. ده نمره واحد، الحق الاول الدعاء. كذلك من حقوق ربنا سبحانه وتعالى علم الغيب، الخاصيه بتاعت علم الغيب دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ما بشاركه لا ملك من الملائكه ولا نبي ولا رسول ولا ولي من الاولياء الصالحين. علم الغيب ربنا سبحانه وتعالى قال: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. راجع الايه 65 من سوره النمل. حق ربنا سبحانه وتعالى الف السماء ديل من ديل الملائكه ما بيعلموا الغيب، الف الواطا الصالحين وفوقنا النبي عليه الصلاه والسلام ما يعلموا الغيب. بعد ذاك تلقى الناس يعارضوك ويقول لك: لا شيخنا قال قوماك نزاور للاولياء الاخطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. يقول لك انه الاولياء ديل بيعلموا الغيب، ما بيعلموا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ده ربنا سبحانه وتعالى ما بيشارك اي مخلوق، اي مخلوق ما بيشارك ربنا سبحانه وتعالى في الخاصيه دي. وانا زي ما قلت لكم اختصر. ثاني كذلك التوكل، ده يعني نموذج من النماذج، نماذج الشرك الواقعين فوق الناس الليله. التوكل، التوكل عباده لربنا سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ده التوكل.
الأشياء اللي بتنافي التوكل مثال ليه؟ زي مثلا التمايم واللي هي الحجابات الحجبات اللي تلقوها في السوق عند البتارة دي بتنافي التوكل. ليه؟ لأنه فوق عقيدة، أنت بتعتقد إنه الحجاب ده بينفعك أو يصرف عنك مصيبة هي جاية وما بيصرف عنك. كذلك الكمون اللي بيعلقوا له الشفاعة ده ما بيصرف، أنت لما تعتقد في كمون ولا في تميمة حتى ولو كانت من الغرام فأنت أشركت بربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه الكلام ده بنافي التوكل. دور شنو؟ يقول لك حجابين ما الضر ده ما بيكشف إلا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر في ضر هل اللي بيحصل شنو؟ الضر ده اللي بيزحه شنو؟ فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما في الأنبياء كلهم ساحة الضر وساحة المصائب بينده ربنا سبحانه وتعالى وبيستغيثوا به ربنا سبحانه وتعالى. مثال أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ده نبي كريم يونس عليه السلام اللي هو ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء قال عنه وذنوني إذ ذهب يعني الحوت وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى حكى عن نوح في سورة الصافات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. إذا كان الأنبياء اللي هما أشرف الخلق وأشرف البشر وأعلى الدرجات في العبودية اللي هما الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كانوا في الشدائد وفي المضرات بيلجوا ويستغيثوا ويدعوا ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ أنت ماذا تنادي ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ سؤال عامل بيعمل مشاكل ويعمل جوطة وفي النهاية الكلام ده ما بنخليه بنتكلم بنجي هنا ده بنتكلم أنت كان رضيت كان مرضيت دار اعمل له ونيد بعدين بتتورط تخش جهنم. ربنا سبحانه وتعالى قال يقول الله تبارك وتعالى وبرزت الجحيم للغاوين وغيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون بينصروكم ولا بينتصروا فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون غالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبيعرفها بعدينك وما أضلنا إلا المجرمون بيعرفها بعدينك فدي ورطة كبيرة. فأنا يعني أثرت لأنه يعني أختصر لأنه في متحدثين من بعدي أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم أخونا حمد مصطفى.